بعد استشهاد أبو العبد في طهران اللي كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أصبح المنصب ده شاغر، وكان بيتم أو كان في كلام إنه هيترشح للمنصب ده السيد خالد مشعل. عاجل دلوقتي تم حركة حماس اختارت يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد إسماعيل هنية. الحكاية غريبة جدا، أو مش غريبة يعني، تدعو لأنك تفكر فيها، لأنه إسماعيل هنية كان خارج غزة الله يرحمه ويحسن إليه. الاختيار المرة دي لقائد من داخل غزة، من داخل مسرح العمليات، يحيى السنوار. أسامة حمدان قيادي بحركة حماس يقول السنار تم اختياره بالإجماع، وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة. التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضرا دوما. الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابع تحت إشراف السنوار. هناك جملة من الترتيبات ستتم بعد اختيار السنوار رئيسا للحركة. أنا رأيي شخصي، إذا يعني إذا جاز لي يعني، اختيار ذكي جدا جدا، اختيار ذكي جدا ويقطع ألسنة كتيرة جدا. أصبح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس داخل منطقة العمليات، داخل منطقة الصراع، ليس في قطر، ليس في تركيا، ليس في أي دولة تانية، ولكنه داخل أرض المعركة. هذا الاختيار رائع، والحقيقة الجبهة الشعبية في فلسطين نتمنى ليحيى السنوار التوفيق في حمل المسؤولية العظيمة خلفا لهنية. هذا الاختيار واحد من إنجازات والله حماس، لأنه كده رفع الحرج عن حاجات كتير وعن أسماء كتير، وأصبح دلوقتي رئيس حركة حماس. أما الجماعة اللي بيقولوا بقى بيناضلوا برا والحاجات دي، أو المناضل، أهو رئيس المكتب نفسه داخل غزة ومطلوب برضو اغتياله. يعني صعب تقول في الحوار ده مبروك لشخص، يعني لأن دي مسؤولية تقيلة جدا وصعبة جدا، ولا يستطيع حملها غير يعني ناس جبال أشداء، وأعتقد يحيى السنوار الدهب.